هذا الاشي اللي ولا عمره حد راح يفهمك اياه هيك بالتوجيه. مين احسن من الدكتور حمزه يشرح عنه يعني؟ ليش بيحكوا لي الناس شايف حالي؟ فخليني احكي لك شوي عن زمرات الدم وكيف بنقولهم بطريقه بسيطه وسهله وتضل متذكرها. هلا احنا الخلايا دائما بيحكوا لنا لعبتنا المصاري والشركات وكذا، فنتخيل انه عندنا شركه صغيره، او اللي كل ما تشوفه بتحكي او مع مصاري، هذا بيكون رئيس الشركه، وتحتيه عندنا مديرين صغار اللي هم A و B، وتحتيهم عندنا الموظف المسخم AB. فهلا كل ما يعصب المدير او بينزل ببهدل اي حدا تحتيه، بيعطي دم للكل. بالمقابل الموظف المسخم بيقدرش يبهدل حدا، بس نازل ياخد بهادل من العالم، معناها هو بيستقبل دم بس بيعطيش، وA وB مضرب بعض بوصلوش بعض بس نازلين يبهدلوا في المسخم AB. ونفس المبدا بالنسبه للعامل الرئيسي، اذا هو سالب يبقى فوق، لانه دائما المضرب يكونوا نقدين وسلبيين شوي، وبيضلهم يبهدلوا في الموجب المسخم، والموجب شغلته بس ياكل بهادل وياخد دم وما بيقدر يعطي. فهلا ليش الغلبة هاي والقصة هاي كلها بتصير أصلا في جسم الإنسان؟ في عنا على كريات الدم الحمراء إشي اسمه أنتيجين، هذا زي كرت التعريف جوا الجسم، إذا موجود معك معناها بتعدي في أمان وسلام، وإذا مش موجود معك بنعدي لك إياها مش مشكلة. فلهيك الأو ما عنده أنتيجين، فوين ما يروح بيعدوا له إياها. بينما لو كرتك بيختلف عن الكرت اللي في الجسم، فهون الجسم راح يبلش ينتج أجسام مضادة ويهاجمك. يا وقح شو دخلك حارتنا؟ فلهيك مثلا الA ما بيقدر يعطي البي، لأنه كرت الA بيخلف عن كرت البي، ونفس الإشي ما بيقدر يعطي الO لأنه الO ما عنده كروت أصلا، فأنت جايب كرت عاي أساس، والAB عنده كل كروت، دخلته بكارت دخلته بدون كارت ولا بيسأل. أهلا وسهلا فيك دائما، وبس والله إن شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسوا الفولو، موافقين بامتحاناتكم.